اهلا بكم. بلا شك مشاكل العيون مشاكل كتيرة جدا، لكن في حاجات مثلا ما تكلمناش عنها قبل كده خالص في العيون زي الحول، لازم نتكلم عنه لانها مشكلة من المشكلات اللي ليها اكثر من بعد. ايضا هنتكلم في اسئلة كثيرة عن ضعف الابصار، وهل برضو الحول، لانه ما تكلمناش عنه قبل كده، بفكر دايما هل في ارتباط ما بين الحول وضعف الابصار ام لا. هو ده المدخل بتاعنا النهاردة والحوار بتاعنا النهاردة. الحقيقة احنا النهاردة عندنا اسئلة كتيرة كمان عن الشبكية، السكر وتأثيره في الشبكية، لانه مرض السكر من الامراض التي تؤثر في العين في كل اجزائها، بس طبعا ارتباط السكر بالشبكية بالذات مشهور جدا، وازاي نعالج هذه الشبكية، وايه علامات المنذرة او المحذرة لمريض السكر، احذر فانت امام مشكلة قد تكون في الشبكية، وإزاي اختلف التكنولوجي والعلم لدرجة أنه خلى علاج الشبكية بقى سهل جدا. حقيقة هذه الأسئلة وأكثر منها أنا شايل كم كبير منها لقيمة علمية كبيرة وضيف عزيز علينا جدا، هو طبعا الاسم الكبير والقيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في مجال العيون، أستاذ الدكتور طارق بدوي، أستاذ واستشاري جراحات العيون وزميل جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك، وحشنا جدا بالسادة المشاهدين، نورتنا وحشتنا جدا جدا جدا، ومؤتمرات وحاجات كتيرة شخصية احنا بنسعد بهذه الزيارة الكريمة اللي بتتكبد فيها عناء المجيء من أقاصي القاهرة إلى أقاصي القاهرة في الناحية الثانية. طريق طويل أجد. انا عارف، بس يعني انت بتنورنا النهارده. انا عندي اسئله الحقيقه، مجموعه من الحوارات، يمكن منها حوارات ما اتكلمش عنها قبل كده خالص. يعني انا احكي لك الاول وهي اسئله من الفيسبوك، سواء اللي عند حضرتك او البرنامج، احنا جمعنا اشتغلنا على الاسئله ديت. السؤال الاولاني كيس حاله، حد بعت لي بيقول لي انه لديه حول في احد العينين، عندما انظر الى اليمين او اليسار حيث تدخل إحدى العينين في زاوية العين ناحية الأنف بدرجة كبيرة، بينما تكون الأخرى سليمة والعكس صحيح، لكن عند النظر للأمام لا يظهر حول، علما بأنني لدي قصر نظر منذ 3 سنوات وظهر هذا الحول مع قصر من النظر تقريبا، فما الحل؟ دي الحالة بالضبط. هو يعني في البداية الحول أنواع. إحنا عارفين في حول ظاهر وفي حول خفي. الحول الظاهر اللي هو في كل الأحوال موجود يعني، إنما الحول الخفي ده يظهر أحياناً ويختفي أحياناً. وفي أنواع من الحول لازم برضو نهتم بيها، اللي هي الحول الحقيقي بقى، اللي هو بيسموه الحول الوحشي والحول الأنسي. إيه الحول الوحشي والأنسي؟ الوحشي اللي هو احنا فيه في الطب اللي بيسموه عليه الدايفيرجنت سكوينت، زي في الصوره اللي موجوده اللي فوق دي، ده حول وحشي. ده غالبا باسبابه ضعف شديد في الابصار او عين مهمله وعين كسلانه ومهمله، فبتبدا المخ يدي اشاره للعين الكسلانه اللي ما بتديش صوره كويسه ويقول لها يعني اركني على جنب، لانها ما بتديش اشاره جيده وما بتديش صوره جيده. واحنا عارفين ان احنا بنشوف صوره من العين اليمين وصوره من العين الشمال يركبوا على بعض، فنشوف صورة مجسمة واضحة. لو أنا عندي إحدى العينين بتطلع صورة، بتجيب صورة سيئة بسبب ضعف شديد في الإبصار، شوية ما يبيضة فيها، مشاكل زي كده، أو ضعف عضلات العين، تبدأ الصورة سيئة، وبالتالي لو ركبت على الصورة السليمة اللي جاية من العين الجيدة تبقى الصورة النهائية مشوشة. ده مش مطلوب، فالمخ يهمل العين دي ويخليها تركن على جنب وياخد الصورة اللي هي جايه من العين السليمه. ده حول مخ عبقري طبعا، ربنا سبحانه وتعالى عمل لك كوركتيف ميكانيزمز كتير قوي، ادابتيشنز كتير قوي، اللي هو تصحيحات، اساليب تصحيحيه بالظبط. فده النوع الاولاني اللي احنا شفناه، الوحشي اللي هو الحول الوحشي. هو اطلق عليه وحشي لانه كان العين يعني مش بتحب تقرب من العين الثانيه، رايحه في حته بعيده. يقول لك انا حاسس بوحشه دي، ان انا ايه، ان انا مش مبسوط ان انا قاعد في المجموعه دي، عايز ابعد عنها بالظبط. لو شفنا برضو الحالة اللي بتتكلم عليها السؤال ده، يقول أنا عندي حول في أحد العينين، عندما أنظر اليمين أو اليسار العين بتدخل ناحية الأنف، ده بيسموه الحول الأنسي. ولو شفنا الصورة اللي في السفلة ده حول أنسي. في السن الصغير الحول الأنسي ده
قد يكون له علاقة بضعف البصر والنظارة. يعني لو في طفل عنده طول نظر شديد يجي له حول أنسي، ده يسموه accommodative ايزوتروبيا. ده يتصلح بالنظارة. فيجي ناس يقولك لا معقول انا هلبس طفل عنده سنه، يعني اكتشفت ان الحول ده في سن 4 شهور 5 شهور 6 شهور. على فكره احنا قبل سن 4 شهور ما نقدرش نقول ان في حول، يعني ما نقدرش نقيم حاله الحول قوي، ساعات الامور بتتصلح تاني. الطفل اللي قبل سن 4 شهور ممكن نلاحظ انه عنده شويه حول، عين بتتحرك لوحدها مش ماشيه مع التانيه بالظبط. فاحنا برضو بننتظر لغايه سن 4 شهور الا اذا كان الموضوع واضح جدا. لو لقينا نروح للدكتور، انما بعد سن 4 شهور لقينا الموضوع بالشكل ده هنعمل ايه؟ نظاره. والناس تقول لك معقوله طفل صغير لابس نظاره؟ صعبه. فاحنا شفنا صوره طفل اهو لابس نظاره يعني، بس في الحقيقه النظاره هنا عظيمه جدا في تاثيرها لانها صلحت الحول الوحشي. يلبس النظاره من اول قد ايه؟ سن يا فندم صغير، من سن بدأ أشهر. يلبس يتحط على وشه. طبعا صعب قوي ان الطفل يلبس النظاره يشيلها كل شويه ويقلعها. فاحنا بنجيب له نظارات باساتك كده وصغيره ولطيفه، بحيث ان هو يعني هيشيلها وانت هترجعها، هو هيشيلها لغايه لما في حد فيكم ينتصر، غالبا انت اللي تحاول تنتصر عليه وتخليه يقتنع ويبقى مبسوط زي الولد اللطيف ده. ولبس بقى خلاص النظاره، والنظاره صلحت له الحول الانسي اللي كان عنده بسبب طول النظر الخلقي، هو مولود بطول نظر. احيانا بقى حطيت له النظاره وصلحت جزء كبير من الحول، لكن لسه فاضل شويه حول. لو لقينا ان الحول ده اكتر مثلا من 10 درجات، احنا بنقيس على فكره الحول بالمنشور. فاكر حضرتك بقى المنشور؟ كنت بتدرس كان في كليه المنشور الضوئي ده حاجه زي الهرم كده، يعني بيدخلوا بقى الضوء بينعكس بزاويه معينه بالظبط. فاحنا بنقيس كميه الحول بالمنشور ونحدده بالدرجات. فلو فضل اكتر من 10 درجات منشوريه بعد ما صلحنا الحول ده بالنضاره، نبدا نتدخل جراحيا. في الحاله دي في اطفال او في ناس بنحتاج لهم تدخل بالنضاره كفايه جدا وتحل المشكله، وناس تانية يحتاجوا جراحة. ده نوع من أنواع الحول الأنسي. في نوع تاني بقى ملوش علاقة خالص بموضوع النظارات، في الحالة دي بيحتاج أو ما يصحش بنظارة، في الحالة دي بيحتاج تدخل جراحي. في كل الأحوال، في كل الأحوال التحذير اللي بنطلقه للأباء والأمهات، لو لقيت ابنك أو بنتك المولودين جداد عندهم حول تابعهم. لو تأخرت لسن أكتر من 4 شهور وفي الحول ما زال موجود، اطلع الدكتور على طول يفحصه، وما تستعجبش وما تستنكرش لو قالك هعمل لك نظارة. البس النظارة، خليه يلبس النظارة. وادخل في الحل بسرعة، وما تقوليش استنى لما يوصل لسن المدرسة زي ما البعض الناس كانت بتقول زمان، لأنه لو تأخرت في إصلاح الحول العينتين مش هيشتغلوا مع بعض بعد كده كويس. والجزء المركزي اللي في المخ اللي بيستقبل الصوره اليمين والصوره الشمال ويعملك صوره مجسمه مش هيشتغل. ودي لن يتم استعواضها في اي مرحله من العمر. عشان كده بسرعه الجا لدكتور العيون لو لقيت حول عند طفل او طفله مولودين جداد، وهو يقيم الحاله ويقول لك اعمل نظاره، استنى شويه، يتابع. لكن ما تهملش الموضوع وتقول استنى لما يوصل لسن المدرسة ونبقى نتصرف، ده خطأ شديد وقد يؤدي لإعاقة بصرية مستمرة طول الحياة. عظيم، عظيم جدا، ده كلام مهم جدا جدا. وده مرتبط بمراكز المخ، المناطق بتاعت المخ اللي هي 17 و18 و19، دول المناطق في الاوكسيبيتال لوب في الفص الخلفي في المخ، والمنطقه 8 اللي هي بتاعت الحركه بتاعت الكونجكت اي موفمنت. الكونجكت، شفت انا مذاكر ازاي؟ بالظبط. اصل دي عندنا في البطن الحته دي، ما في حته جزء من البطنه في الرمد مهم جدا. بالظبط جدا. ففي طبعا تداخل، الطب كله لازم طول العيون لازم يعرف بطنه وصوب بطنه، الناس بيعرفوا عيون كويس، ده ضروري جدا. ده الناس معتقده ان دكتور البطنه مش هيعرف العيون لا احنا في كليه الطب كنا بندرس كل حاجه. طبعا الرمد انا جايب فيه امتياز، والله جايب فيه امتياز كبير يعني، يعني جايب فيه امتياز عالي جدا. اهلا بيك في العيله بقى يا دكتور ايمن. لا ما ده خلاف نفس الرابع. طيب السؤال الثاني سؤال مهم قوي، بيقول لي واحده بعت لي رساله بتقول لي، دي جات لي انا، والدتي اصاب عينيها الاحمرار والحساسيه طيله يومين، وبعدها اصبحت تشاهد الاشياء معوجه على حد تعبيرها طيله 3 ايام التاليه، وبعدها فقدت البصر تقريبا.
نهائيا. فما هو السبب؟ علما انها مريضة سكر من 7 سنين. ايه اللي حصل؟ ربنا يشفيها طبعا. لكن هنا ممكن يكون مفتاح الحل او مفتاح الـ الـ اللغز اللغز ده الكومنتري دي بقى العلاج بتاعها يبقى في ايه؟ في انها مريضة سكر من 7 سنين. مرضى السكر في الحقيقه ممكن طبعا في اسباب في يعني في البدايه في اسباب كتيره تعمل العمى المفاجئ يعني مش بس السكر يعني. وبرده خصوصا لما تقول لي انا لقيت الاشياء معوجه فهبدا افكر في ان انا هتكلم على مركز الابصار. مركز الابصار هو مسؤول عن المقوله ماكيولا هو المسؤول عن الرؤيه المحدده بالتفصيلا. يعني لما اشوف مثلا كراسي المربعات اشوفه بدقه او المربعات بدقه ده الشغل بتاع مركز الابصار. مركز الابصار في حالات معينه زي في السكر يصيبه اعتلال سكري يحصل له ارتشاح سكري تقوم تشوف الصور معوجه. في بعض الاحوال في مرض بيسموه مرض الضمور مركز الابصار السني تظهر اوعيه دمويه تحت مركز الابصار تنفخ المنطقه ويحصل منها ارتشاحات تنفخ المنطقه دي ثم تعمل ايه انزفه وخلافه وبرضه تؤدي للمنظر لاحساس بالاعوجاج الصور. ففي اسباب مختلفه لكن هنا هنتكلم على الحاله دي عشان ما تدخلش في السكر على السكر ان السكر بيعمل مضاعفات في الشبكيه بنسميها الشبكيه السكريه. من ضمنها انه بيحصل زي ما قلنا ارتشاح في مركز الابصار. اذا حصل ارتشاح في مركز الابصار الرؤيه اصبحت وحشه. يعني لو بصينا في الصور دي هنلاقي ان فوق الصوره نمره 1 ده فندس اكزامينيشن بالظبط ده منظر قاع العين اللي هو في فحص قاع العين. لو انا بصيت على قاع العين بتاع اي واحد طبيعي هنشوف الصوره الفوقانيه على الشمال نمره 1 هي رقم 1 عصب بصري ومركز ابصار حته الحمراء اللي في النص الصغيره دي ده مركز ابصار بصحه جيده جيد اوكي كويس. السكر يعمل ايه في الصوره نمره 2؟ تحصل ارتشاحات من الاوعيه الدمويه الضعيفه في حاله السكر تتجمع في المنطقة دي وتعمل البقع البيضة ارتشاحات مية يعني مية وسوائل من سوائل ليبيدز سوائل دهنية أوكي. في المنطقة دي وتعمل النقط الحمراء الكتيرة أو البطش الحمراء دي حتى احنا بنسميها بلوتش هيمرج بتعمل ايه أنزفة بلوتش يعني بلوتش بلوت دوت أو بلوت 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 يعني نقطة بلوت يعني بلوت بس عايزين بلوتش دي نقطة يعني زي انك زي ما حضرتك لما تجيب نقطه ترميها كده زي نقطه حبر كده زي نقطه الحبر او تفرش شويه نقطه حبر بيسموها ايه دوت ان بلوت دوت ان بلوت نقطه بلوت يعني تفرش يعني فرشت فده نوع يحصل مضاعفات السكر يعمل كده. طب يعني ما يحصل ارتشاحات ويحصل انزفه ايه يعني اللي يحصل اللي يحصل انه هيخلي انسجه الشبكيه تتقدم تورم وما تبقاش مستوية تيجي الصورة بدل ما تدخل على نسيج شبكي مفروض بشكل جيد تدخل على نسيج متعرج الصورة تطلع متعرجة. اوكي. يشوف بعد شوية النسيج الشبكي ده اللي بيغذى تغذية جيدة يبدأ بسبب الارتشاحات وخلافه التغذية بتاعته أو الإمداد بتاعه الغذائي يبقى سيء وبالتالي تبدأ الصورة تبقى وحشة والمريض يشوف بطش بسبب الأنزفة اللي هتحصل والارتشاحات اللي هتعوق الرؤية أو تعوق وصول الضوء للخلايا اللي هي حساسه اللي في الشبكيه وتحصل مشاكل كتيره قوي وفي النهايه يحصل الصوره نشوف الصوره اللي تحت خالص نمره 3 دي اللي هو التليفات الشبكيه اللي بتحصل نتيجه مضاعفات مرض السكر. والتليفات دي تعمل ايه بعد كده؟ تشد الشبكيه وتفصل الشبكيه من مكانها وتعمل انفصال شبكي. ده يؤدي قطعا الى يعني مش عايز اقول يعني كلمه الناس ما بتحبش تسمع كلمه العمى لكن هو ده يؤدي الى العمى فعلا او ضعف شديد جدا في الابصار. كمان الارتشاح اللي احنا اتكلمنا عليه بيضعف الابصار وما بين ده وده ممكن يحصل نزيف في الجسم الزجاجي يعمل عمى مفاجئ انخفاض شديد في النظر. لكن برضو احب اطمن الاخوه لو سمعوا كلمه عمى وخلافه ان الكلام ده ممكن يبقى وقتي ما نتخضش لما نسمع الكلام ده ممكن يبقى وقتي. لو حصل نزيف في جسم الزجاجي علاجه ان احنا ندي بعض الادويه تداوب الانزفه دي ثم نعمل ليزر نقفل اماكن الانزفه او اماكن الرشح او نعمل لو الموضوع استمر شويه نعمل تنظيف للجسم الزجاجي. ومتهيألي كل مرضى السكر اللي بيعانوا الشبكيه سمعوا في وقت من الاوقات كلمه تنظيف الجسم الزجاجي.
ثم لو نظفنا الجسم الزجاجي النظر يرجع مره ثانيه والامور تبقى كويسه. بس ده بسرعه. هو في موضوع محتاج بنخلي القرار بقى التدخل ده للدكتور، يعني الدكتور مع المريض بيتفقوا نعمل ده دلوقتي، نتاخر شويه في الحاله دي نعالج علاج دوائي وندي حقن وبتاع تدوب الانزفه ونشوف تاني، ولا لو الموضوع مستمر والانزفه كتيره والتليفات كتيره ندخل نعمل تنظيف جسم زجاجي ونشيف التليفات ونحقن زيت سيليكون، قصص اللي انت اكيد بتسمعها والناس بيسمعوها. وفي الحاله دي يبقى التدخل مختلف شويه، الاولاني تدخل دوائي، التاني تدخل جراحي، وبينهم ما بينهم ساعات بنعمل ليزر. كويس. الليزر ساعات الناس تشتكي تقول لك ده مؤلم، او كنت اسمع ان هو مؤلم. صحيح. هل احنا عملنا حاجه مختلفه في الفتره الاخيره خلت الالم يقل؟ بالظبط. دلوقتي الليزر التقليدي كان بيطلع شعاع ضوئي في زمن معين يحرق حتت معينه اللي هي ايه زي ما بنسميه بنطه لحام يعني بالبلدي كده. كان بيلحم او بيسد الاماكن اللي بتنزف من الاوعيه الدمويه او الاوعيه الدمويه الغريبه يكويها عشان ما تنزفش وخلافه. فكان يطلع شعاع شعاع. نطلع حاجه من خبطه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، وساعات نحتاج 2000 خبطة 3000 خبطة بالليزر، 3000 نقطة بالليزر. من الليزر تخيل الوقت اللي بيحتاجه الموضوع ده، وقت طويل. وساعات يعني الخبطة دي ممكن تبقى خبطة قصيرة، ممكن تبقى خبطة أطول شوية. كل ما يطول زمن ممضة الليزر ده يؤدي لحدوث ألم. أخيرا بدأوا يفكروا طب احنا نعمل، أنا ليه عازب المريض واجيبه عندي 4 مرات وخمس جلسات وثلاث، إيه الكلام ده؟ وثلاث جلسات وأتعبه، واللي بيجي من بلد واللي بيجي ابنه بيسوق له وبيعطل الاسره وبيتكلف كتير. قالوا طب احنا في وسيله نعمل فيها يعني نقصر الوقت ونقلل الالم. ففعلا الناس طلعوا بجهاز اسمه الليزر المتعدد الومضات. الليزر المتعدد الومضات بيدي حزمه ليزر 25 نقطه مع بعض. هنا بنبص، لو بص انا الجرح اليمين، انا في الناحيه اليمين بدي خبطه ومضه ومضه، في الناحيه الشمال بعمل 25 خبطه مع بعض بالظبط، والزمن بتاع كل ومضه بيبقى قصير جدا بحيث انه ما يلحقش المريض يحس بالالم. وكمان يعمل التاثير المطلوب من غير ما يكون ازيد. يعني ما حرقش الشبكيه على الفاضي، ما زودش الحرق، لان في الليزر انا بحرق حتت معينه مش عايز احرق كتير. نسيج انا عايز ادخل على الاوعيه الدمويه اللي عامله المشكله، هي دي اللي اقفلها بالظبط. ما اروحش على نسيج شبكيه تاني. ده اذكر حضرتك في الجماعه اللي بيتكلموا في الامور الحربيه بيقول لك في حاجه اسمها القنابل الذكيه. اللي بتدخل تضرب حته معينه وما تعملش دمار في اللي حواليها كتير. هو ده الليزر هنا اصبح ذكي، بيدخل في زمن قصير ما يوجعش وما يحرقش كتير وبكميه كبيره، ياثر على المناطق اللي انت عايزها بسرعة من غير ما يعمل دامج كتير أو تدمير كتير، وفي نفس الوقت يخلي المريض ما يجيلكش كتير. أنا هقدر أعمل في جلسة واحدة، هعمله كله كنت هعمله في 4 جلسات، يبقى أنا كده وفرت وقت المريض، قللت له الألم. كمان الأهم من كده إنه كنا بنكوي أطراف الشبكية بكثرة في الليزر التقليدي اللي موجود في معظم العيادات. فالكي بكثرة ده كان يخلي المريض اللي بيمشي بالليل زي اللي بيسوق بالليل، سواء عربية نقل سواء مش عارف إيه بالليل، واحد بيقعد بيشتغل بالليل يقول لك الرؤية، انت عارف بالليل رؤية طرفية بنستخدم فيها أطراف الشبكية. أي واحد بيبص بالليل بأطراف الشبكية عشان كده النني بيتسع عشان الضوء يدخل أطراف الشبكية وتشوف كويس بالليل. لما أنا بلاقي بدمر له المنطقة دي بالليزر، يبقى أنا في الحالة دي بقلل الرؤية عنده كتير قوي. الليزر الانتقائي ده، الليزر سوري السريع متعدد الومضات، لانه ما بيحرقش كتير يقدر يحل المشكله دي ويعالج الشبكيه من غير ما يدمر، ويخلي الواحد يحتفظ بقدره ابصاره الليليه. وده تطور جديد. فليزر متعدد الومضات حاجه عظيمه جدا. وفي نفس الوقت كمان يعني الانسان اللي عنده تخوف، لان في ناس بيبقى عندها سكر وعندها تخوف دلوقتي بعد هذا الطرح التكنولوجي العالي ما بيبقاش عنده، كان بيخاف من الام الليزر طبعا سمع غيره تألم فلا هو خايف، مفيش بقى ليزر جديد ألم خلاص. عظيم جدا. أنا هروح للحتة المحببة قوي والأكثر انتشارا يمكن في الأسئلة، لأنه جاي عليها أسئلة على كمها كبير جدا. هي شابة عندها 15 سنة لديها قصر نظر شديد، هل يمكن أن أستطيع أن أستعمل العدسات بدل النظارة علما أن القصر النظر حاد جدا، وهل هناك بدائل أخرى ولا لا؟ يعني هو عايز يستخدم نظارة
عدسات بدل النضارة مفيش مانع، مفيش انا ما البس نضارة. لكن هو السبب الموضوع، هل هو سنه زي ما حضرتك قلت لي 15 سنة، سن 15 سنة ده سن ما يقدرش يعمل فيه تصحيح بالابصار وتصحيح ابصار بالليزر والكلام ده، فيلبس طبعا العدسات اللاصقة. بس في محاذير، لازم يروح عند دكتور العيون، الدكتور يفحصه ويديله العدسة اذا كان يقدر يلبس العدسة. بعض الناس عندهم حساسية، حساسية مزمنة، لو لبسته العدسة هيعاني اكتر من الحساسية، وهندخل في مشاكل كتيرة، رمض ربيعي ومشاكل كتيرة قوي. يعني مش رمض ربيعي بالظبط، بس بيسموها جي بي سي، الجاينت بابيلاري كونجنكتيفايتس. ده يبدا يبقى حاجه شبه الرمض الربيعي، المنظر الملتحمه المخطيه للجفن من داخل، اللي هي المفروض تبقى ناعمه جدا، تبقى مليانه حبوب. شخص يعاني الام شديده واحمرار شديد وده يدمع وقصص طويله، يعني وما يقدرش يبقى شايف كويس وتعبان قوي طول الوقت وجفنه يتخن والعينه تقفل قصص. فاحنا بنفحص المريض عشان يبعد بعيد قوي عن المشاكل دي لو كان ما ينفعلوش عدسات لاصقه. بنصحه ان ما تروحش في الصيدليه ولا لاي ولا حد، ولا مراكز، لا يقول لك يا مركز مش عارف ايه اعمل عدسات لاصقه يلا نروح له، لا لازم يفحصه طبيب، لازم يفحصه طبيب عشان يحدد له اذا كان ينفع ولا لا. كمان هقول له اذا كنت ناوي تعمل في وقت من الاوقات ليزك، يعني هتعمل في يوم من الايام، افضل انك ما تلبسش عدسات لاصقه الا عند اللزوم، في مناسبه فرح، مناسبه يعني هنتصور هنعمل، لانه لما ارتداءك لعدسات لاصقه كتير قوي بيوجد اوعيه دمويه غريبه على سطح القرنيه، نيو فيسل فورميشن، وده بيضايقني جدا اثناء عمليه الليزك. انا بتضايق قوي من الموضوع ده اثناء عمليه الليزك، وبيطول العمليه واقعد اشيل البلاد فيسلز دي، وبيطول العمليه جدا وقد يخلي الكوركشن يخلق اوعيه دمويه بالظبط، يخلي الكوركشن بتاع ما يبقاش، يبقى اكزاجريت شويه، يبقى اوفر شويه. لو انت في بليدنج وبتنشفه البيد اذا كلام بالعربي هيبقى ايه، هيحصل انه القرنيه تصليحها ما يبقاش مظبوط قوي بسبب مشكله الانزفه اللي بتحصل بسبب ارتداء عدسات لاصقه لفترات طويله. حذاري من عدسات لاصقه اذا كنت ناوي لا تعمل ليزك تلبس. طيب القرنيه المفروض انها ما فيهاش اوعيه دمويه، المفروض ما فيهاش اوعيه دمويه. معنى كده العدسات اللاصقه تعمل شيء مختلف في القرنيه بالظبط، لانها بتعمل نوع من انواع يعني الهايبوكسيا. هايبوكسيا نقص اكسجين بالظبط، فالاوعيه بتدخل تمد الاجزاء دي نقص الاكسجين بيخلي الاوعيه الدمويه يستثيرها فتفتح داخل القرنية. وده اللي موجود في اي حته في الجسم يحصل فيها هايبوكسيا تيجي اوعيه دمويه، زي في الشبكيه اللي عمل الكلام ده، اللي عمل اوعيه دمويه نقص الاكسجين. المايكرو انزيوباثي اللي بتحصل في البلاد فيسلز اللي هي تاثر الاوعيه الدمويه الصغيره في السكر، ترفع جدا وتبقى الدم فيها مش معدي كويس، يبقى فيه نقص اكسجين، تقوم الاوعيه الدمويه يحصل انجيونيوجينيسيس اللي هي تكوين الكلام ده يعني هيستفيد منه قوي طلبه الطب، تكوين اوعيه دمويه صغيرة جدا في مرض السكر. نيو يعني جديدة، جينيسيس يعني تكوين، انجيو يعني اوعية دموية. بنسميها فيجيف ماتيريال. اسمها ايه؟ فيجيف ماتيريال. لا دي ما اعرفهاش دي. فيجيف ماتيريال. حلو. فيجيف يعني جاية من الفاسكولانيو اندوستريال جروث فاكتور. خلاص حلو. ففي حد مني دلوقتي حاجة اسمها انتي فيجيف. اها. ده نوع من انواع العلاج، احنا الناس اللي عندهم ارتشاح سكري واوعية دموية في الشبكية بنديهم الانتي فيجيف. مواد بتقلل تكوين الاوعيه الدمويه اللي بتحصل بسبب المشاكل دي. عظيم الكلام، عالي قوي قوي ده. خلينا نروح لسؤال مهم ولذيذ جدا، لان هو سؤال مرتبط باللي فات. هل كان نظر واحد سؤال بيقول هل من كان نظره 3 سالب 3 هل يستطيع ان يجري عمليه تصحيح النظر بالليزك؟ ما فيش مانع طبعا، ممكن سالب 3 سالب 3 ايه المشكله، احنا ممكن نبتدي من اول يعني نص درجه لو حب مع الليزر الدقيق جدا والتصحيح الدقيق جدا والكوركشن اللي يتميز بالدقه العاليه، نقدر نصلح من اول نص في بعض الحالات. في سؤالين ما نصحش يعني نقول خليك اكتر من درجه بالظبط كده. في سؤالين مرتبطين بالسؤال اللي فات، السؤال بيقول انه هو ماينس درجه النقص عنده او الماينس عنده عاليه جدا وما ينفعوش ليزك، يعني قالوا له ان انت الليزك بالنسبه لك صعب. هو بيقول انا اريد عمل او اسال عن عمليه زراعات العدسات والسن المناسب لها وما هي الافضل في التعامل معها. ده سؤال. السؤال الثاني برضو، لا سن مناسب للعمليه
زراعة العدسات بيقول يعني هل برودة الجو لها تأثير ولا لا؟ هم سؤالين شبه بعض قوي. يعني هو بالنسبة للسن المناسب أي سنة تزرع فيه عدسات بس بسبب إيه؟ لو مثلا في عندي واحد حضرتك عنده مية بيضة هزرعه عدسة في أي سن. لكن لو بنتكلم على تصحيح الإبصار بديل للليزك أو تصحيح الإبصار يبقى أنا بحط برضه شروط معينة أقول في سن أكبر من برضه 18 سنة عشان تكون العين استقرت والقدرة قوة الإبصار فيها استقرت اقدر اصلح التصحيح مظبوط فاقدر برضو بعد سنه 18 سنه. تمام. احيانا في لما يكون في انايزومتروبيا في فرق كبير قوي بين العينتين ومش قادر برضو احط اعمل ليزك لانه القرنيه لا تسمح او في اسباب اخرى اقدر ازرع عدسه في سن بدري عن كده علشان انقذ العين دي وانقذ البصر فيها واخلي الشخص ما يعانيش من كسل العين. فممكن انزل بالسن في احوال طبيه معينه الدكتور بس هو اللي عارفها. مش كل واحد هيدخل يبقى عنده 4 سنين وخمس سنين يصلح الابصار او 10 سنين. الدكتور في حالات معينه احنا ساعات بنعمل ليزك في سن صغير جدا 5 سنين 6 سنين في حالات او اضطرابات طبيه مع معينه. فلا مانع. هل بقى عمليات زرع العدسات دي بتأثر بورس الجو؟ لا تأثير خالص على الإطلاق. احنا عايزين نفهم برضو الميكانيزم بتاع زراعة العدسات. هنشوف الفيديو ده وهيورينا يعني ايه زراعة عدسة. هي العدسات دي طبعا بتبقى بديل للليزك وخلافه للناس اللي ما يقدروش يحطوا يعملوا ليزك لان القرنية رفيعة. بنسيب عدسة العين زي ما هي وبنعمل فتحة صغيرة جنب النني وبندخل منها عدسة. دي عدسة مرنة بتدخل تصلح لي قصر النظر. ده مريض مثلا كان عنده حوالي 17 درجه -17 ما قدرناش نعمل له ليزك لان القرنيه بتاعته كان سمكها ما يصلحش اكتر من 8 درجات وعايز يصلح 17 درجه. مش بقول هتعمل له 8 وتسيب له نظاره تقينه برضه. فكان حل هنا في الحاله دي بالذات ان احنا نحط له عدسه اضافيه. اولا مامونه جدا لانها عدسه مرنه وما بتعملش اي مشاكل ما بتحتكش باي حته في العين وتستخدم لسنوات طويله تعيش مع العمر كله ومفيش منها مضاعفات. ودي احدث انواع العدسات الاضافيه اللي بتصلح عيوب الابصار سواء طول نظر او قصر نظر. طيب انا عندي حاله اخيره بقى بس هناخد وقت قصير فيها لان الوقت خلاص جري منا. سن 55 سنه اجرى في العين اليمنى عمليه نتيجه انفصال الشبكيه وبعدها بتسع شهور عمل عمليه ميه بيضه في العين بيضه في العين اليسرى وارتدى نظاره طبيه وما شافش كويس وما الحل وتركتها. عمل حصل انفصال شبكي وبعدها بست اشهر عمل ميه بيضه. يبقى ده منظر لو شفنا انفصال شبكي يعني الشبكيه اللي هي الجزء الحساس الفيلم الحساس اللي بيستقبل الصوره بيبقى موجود على بايت على سطح العين بياخد التغذيه بتاعته من منطقه المشيمه او اللي هي الجدار بتاع الخارجي للعين. لكن لو حصل في بعض المواقف انه في قطع في الشبكيه للسوائل تدخل تحتها وتفصلها عن المشيمه اللي هي مصدر التغذيه بتاعها زي ما ورق الحيطه ساعات بينفصل عن الحيطه بالظبط الورق السيراميك ساعات يطلع من الحيطه كده تبص تلاقيه خلاص بعد عنها. هنا في الشبكيه لو انفصلت لفتره ورجعتها مكانها تاني عشان تاخد التغذية بتاعتها ما تشوفش. لو اتعاملت معاها بسرعة جدا ورجعتها مكانها ان شاء الله الرؤية تبقى جيدة جدا. كل ما تتأخر كل ما الرؤية تبقى اوحش استعداد الرؤية بيكون اقل. المهم هو عملية انفصال الشبكي ورجع الشبكية مكانها يمكن حط زيت سيليكون وده اللي ممكن يفسر حدوث المية البيضاء. لانه في المية لما بنحقن زيت سيليكون بيحصل ساعات كتير او كمضافه له ميه بيضاء. عمل عمليه الميه البيضاء لكن مش شايف لانه احتمال كبير قوي تكون الشبكيه متاثره من الانفصال الاولاني. في الحاله دي انا بطلب له ايه؟ يعمل حل ايه؟ نظاره مش نافعه. ما يستخدمش نظاره عاديه. يستخدم حاجه اسمها المعينات البصريه. الناس ما بتتكلمش عنها كتير لانها حاجه نادره في مصر وقليله في مصر وفي العالم كله عموما يعني بس في مصر نادره قوي. المعينات البصريه نظارات خاصه ده نموذج يعني لا في اشكال كتير قوي. النظارات دي ممكن نظاره تلسكوبيه تخلي الشخص اللي نظره ضعيف جدا ومفيش نظاره طبيعيه او عاديه بتصلحه
يقدر يستعيد بصره ويقدر يستغل البصر اللي عنده في انه يقرا تاني، سواء اذا كان محامي محاسب whatever، ويقدر يشوف بشكل جيد مره تانيه. انت نورتنا النهارده، انا سعدت بهذا اللقاء الممتع جدا المثير، ويعني قيمه علميه كبيره جدا في عالم العيون بتشرفنا دائما، وبنبقى سعداء بهذه الزياره اللي بنرهقك فيها. بس النهارده حلقه ما شاء الله جمعت الرمد كله، يعني من اليمين واليسار ومن الاهم وكله مهم. لا هو حسب ما عرض علينا. بس ما شاء الله احنا يعني مشينا في حتت كثيره قوي، فكل الشكر والتقدير طبعا للضيف العزيز الاستاذ الدكتور طارق بدوي، استشاري جراحات العيون وتصحيح الابصار وزميل جامعه هارفارد بالولايات المتحده الأمريكية. يعني شرف كبير لنا تنويرك لينا. أشكرك أشكرك وشكرا جزيلا، ونراك على خير وإن شاء الله. إن شاء الله تنورنا دائما. كل شكر والتقدير لكم، لأن كلام مهم جدا، وطلبة الطب بتوع العيون يسمعوا جزء مهم قوي الخاص بالشبكية بالذات هيستفيدوا جدا. خليكم معنا مع الدكتور يا وطرف أي حتة تانية.